مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الحيوان الأليف العروسة سمية سماه شيصان الحدث في السوشيال ميديا، فبعد عودتها من شهر العسل تفاجأ سمية من فرحة كلبها أثناء استقبالها في المطار. قلبك شكاع عمار وليك الجيب وليك العرض راه مدوش ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.